وسط حضور رسمي للقيادة العامة للقوات الجنوبية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، دشنت قيادة اللواء الثالث مشاة العام التدريبي الجديد 2022، حيث قدم ضباط وصف ضباط وجنود اللواء استعراضا عسكريا للوحدات العسكرية للواء الثالث مشاة بأبين. أبطالنا في اللواء المشاة الثالث وأدائهم في العرض العسكري بمعنويات عالية هو عبارة عن ثمرة جهود مضت العام 2021، وهم الآن مستعدين لمواجهة كل الظروف والتحديات وكل من تسول له نفسه لغزو أرضنا. كما رأيتم الوجوه السمراء التي لا تلين من حرارة الشمس أو من المؤامرات التي تحاك على وطننا. وخلال الحفل استعرضت قيادة اللواء جاهزية الكتائب العسكرية والوحدات القتالية والمستوى التدريبي واليقظة وروح الانضباط والالتزام التي يحظى بها أفراد اللواء الثالث مشاة بمحافظة أبين. بمناسبة التدشين التدريبي العام 2022، ونشاهد يعني زخم معنوية عالية، ونتمنى من الأخوة في اللواء الثالث مساعدة الأخ القائد بتنفيذ المهام التدريبية، واللواء جاهزيته ما شاء الله عالية، ونتمنى لهم عام حافل وملي بالمهام والإنجازات إن شاء الله. أثبت شعب الجنوب بأنه الشريك الحقيقي مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، كما أن التمدد الإيراني في هذه المنطقة سوف يهزم، وتمرغ هذه الأسود في التراب والميادين تشهد في هذا المجال، ونحن على ثقة بأن الانتصارات قادمة أكثر فأكثر. هذه التجهيزات العسكرية التي تقوم بها قيادة القوات الجنوبية بمحافظة أبين بشكل خاص والمحافظات الجنوبية بشكل عام، تأتي ضمن الاستعدادات العسكرية للتحالف العربي لمواجهة خطر تمدد ميليشيات الحوثي الإيرانية في البلاد. لقناة الغد المشرق، عثمان عامر، أبين.